السلام عليكم سي مصطفى. وعليكم السلام اختي اسماء. الحمد لله شد ديال الخط من الصباح وانا كان مرحبا اختي اسماء بالتواصل ديالك. بارك الله فيك اخويا مصطفى، عقلتي عليا. انا كان مازلت كنذكر شويه من الشيء اللي كنتي حكيتي لي، ولكن لا باس اننا نفكروا كاع الاخوان ديالنا المستمعين. ام يحيى. ام يحيى، يا ام يحيى، هذه مده طويله ما سمعناكش. ما كيشد ليش الخط اخويا مصطفى هذا الاسبوع، كنحاول كندير مجهود باش نشد الخط باش ما تشد ليش الخط. نعم سيدة أسماء. الحمد لله. كي داير اخويا مصطفى؟ الله يبارك فيك لاله أسماء. الحمد لله. كنهضر معك وانا مرحبا بك ام يحيى، يعني سيدة أسماء، احنا في الاستعداد باش نعاود نسمعوك ونسمعوا التفاصيل الواقعة ديالك. اللي مصطفى انا شفت يحيى، شفته مورا رمضان. يعني من بعد تقريبا عام و يعني تقريبا هذا الشهر هذا غيكمل عامين. ما كيفاش غنشرح لي، كيفاش نقول لك كيفاش شفتو؟ مشيت توقفت عليهم في الباب، دقيت عليهم على الناس اللي عطيتيهم. وقفت انا بغيت اسماء تعاودي ترجعي للمستمعين اللي فات باش نقدروا نستافدوا اكثر من القصه ديالك، حيت كاين اللي ما سمعهاش فينا. انا وياك اسماء سمعناها. نعم اخويا مصطفى. منين نبدا لك؟ حاول تساعدني باش منين نبدا لك من الاول. نبداو من الفترة اللي انا كان وقع لي مشكل مع السيد اللي قلت لك مزوج وقع لي المشكل. لا غير باش الناس تنتبه، لان كاين بزاف الاخوات اللي فعلا تعيشوا على طية هذه العلاقة وكيعتبروا في الاول باللي انا اتصلت امر الارتباط بواحد الشخص مزوج امر هين وراه ماشي مشكل، راه كما انا كما هي. صعيب. انا عاودي لنا باش نقدروا نسمعوا اذا عندك الوقت. يا كاسمع كاين الوقت اخويا مصطفى. واخا انا فاش عاودت قصتي ما الناس ما تدخلوش في قصتي بزاف. ما كنت كنتمنى، ولكن نعاودها من الاول. يعني انا عشت يتيمة، يعني انا كما قلت لك ونفس الخطا، انا عشت يتيمة وودي دابا تيعيش يتيم تاعو. اليتم كيتكرر جوج مرات فيك وفي ولدك. انا عاودي لنا على هذه الفتره اللي عشتي فيها يتيمه. عشت صغير، يعني شنو نقول لك، فتره 10 سنين ماتت الام ديالي. عشت مع اخوتي مع بابا مع العائله، ولكن ذاك الحنان ما كاينش. يعني رجل سلطه قاصح. يعني الحكام، يعني زمت، يعني لا حنان لتا شي حاجه. المهم كبرت وكل شيء، ما قريتش بزاف، يعني ما خدمتش، الزواج ما سهلش الله، كنت خطبت وتفسخت الخطبه ديالي فترة. المهم انا عندي دابا 40 سنه. المهم ما سهلش الله، يعني وشو نقول لك، كما تيقولوا مرضيه الوالدين. ماشي شي وحده اللي خارجه الله يقولوا وحده، يعني اللي يعني غير حاجه دابا ربي كتبها عليك راه كتكتب. المهم تصدت السيد، انا هو ما قاليش مزوج في الاول. يعني بحال تقول لقيت فيه داكشي ما لقيتوش في دارنا. الدفء والحنان، لانه كان ليوت من جهه الام. هي اللي خرجت لي على حيل. انا ما نويتش نوصل لهذا الشيء كله. المهم داكشي اللي لقيت فيه ما لقيتوش في بابا. كان تقريبا في واحد الفتره كنتي صغيره من عمرك 17 عام. فاش ماتت الام ديالي. في 10 سنين فاش توفات الوالده ديالك. سنين صعيبه. نقول لك اخويا مصطفى، كتكبر راسك براسك. اصعب حاجه هي اليتم ديال الام. كل شيء اللي يدوها الا اليتم ديال الام. المهم يعني كبرت راسي براسي. وهذه وكافحت وبقيت عايشه مع الاب ديالي، كل شيء خوتي تزوجوا كل شيء، ولكن انا زيت المسؤوليه. زيتهم. يعني با واخا يخني واخا ما كاينش الحنان. كنتي الكبيرة في خوتك اسماء؟ انت خوتي كبار، انا صغيرة. كنتي الصغيرة؟ صغير، كاين صغار ولكن مزوجين. يعني انا هي اللي هزت المسؤولية، واخا صغيرة هزيت المسؤولية ودرت وكاع. يعني شنو نقول لك، داكشي اللي عشت فيه شي وحدة واخا ما طيحش في هذا الموقف، ولكن هكاك وطحت. ورغم انني زوينة، يعني تنقول لهذا الجمل وتيجي كنجيوني الناس وكان ما كنتزوجش على ولد الاب ديالي وهذه، ولكن ما سهلش الله ما كتبش الله. المهم هذا السيد هذا زعما انسان معقول ومزيان وهذه، يعني ما نويتوش انه يكون هكا. من قلت لك فاش وقع لي المشكل، وقع لي المشكل قلت هذا هو شنو نقول لك، داك النوع بحال اللي دار السياسه.
بغيت تسل. انا تهشرت. لا دابا ملي كانت بدات العلاقه، يعني في الاول يعني كان رسم لك الدنيا يعني بواحد الاحلام كبيره، باللي واش كل شيء انسان معقول، انت زعما الناس ديال رشيد كتعرفهم معقولين، يعني داك الشيء قلت لك اللي فقدته في دار انا لقيته فيه. قلتي اي حاجه درتها واي حاجه كانت مع هذا الشخص راه ما غاديش تكون فيه، تحلف عليه تقول هذا ما يديرش داك الشيء، يعني ما نويتش. المهم حتى فاش وقع المشكل وحملت ما نويتوش ان يتخلى عليا، وتا هو ما تخلاش عليا، ما بياش ليا ديك الساعات. بقى معايا ما لقيتش كيفاش ندير، يعني انا اقسم بالله وقلتها لديك السيده، انا ولدي ما شربتش عليه حتى شي حاجه، باش صافي كتب عليا مكتوب صافي جلست للارض. يعني حطيت راسي ما شربت شي حاجه، ما درت شي حاجه، ما بغيتش نضيع ذاك الولد. حيت انت كتعتقدي مع راسك باللي هذا غادي يكون، هذا الولد الا جا للدنيا راه غيكون عنده اب مسؤول ومعاك وفي علاقه زوجيه، هادشي اللي كنتي كتعتقدي مع راسك. ما نويتش، وهكاك واخا هكاك في الاخر من وقع لا قال لي انا مزوج صافي، هز يده صافي، حطك امام الامر الواقع، قال لك ودي دابا انا ما نقدر ندير معاك حتى حاجه، انا راه مزوج. مشينا عند الاطباء، يعني شهور ما يمكنش يتحيد. وقلت لك ما شربت شي حاجه، ما درت شي حاجه، ما بغيتش، قلت صافي فوت امري الله لي ما صافي. اشنو الحل اللي عندي؟ خصني كيفاش هاد الولد غادي ندير ليه ولا البنت اللي فكر شينا؟ ما عرفتش. قال لي هو كيفاش انا هادي ما تولدينا، غندير معاك، نوقف معاك، نمسك معاك، ما تخافيش غندير. قلت لك كيفاش غادي انت مجوج؟ شنو الحل؟ ما يمكنش. وانا مراتي قبيحة، انا مراتي خايبة، انا مراتي ولا دابا الامور تتبدل. المهم اشنو الحل اللي غادي نديرو؟ قلت لي انا ما يمكن ليا نهضر مع فيق الخبر، انا با يموت ندفنو صافي. هو هذا تنشوف انا في الاب ديالي، وتنشوف طحت ساعات مابقيتش كنشوف راسي، بقيت كنشوف يعني باش انسان ما يهضرش، يعني بحال دابا تيقول الام هذه انا تنحس، راه كل وحده تعطي ولدها راه ماشي بخاطرها. سمعتيني اخويا مصطفى؟ الانسان عمرك ما تحكم على الانسان. انا كنحطها دابا، انا حاطه راسي في بلاصه دوك الامهات. المهم فاش وقع الواقع تيقول، قال لي انا نعطيه الولد وغادي نشري لك الكونطرا باش تمشي لبرا، باش يعني بحال غيعطيني تعويض. جبر الضرر زعما. زعما باش انت كاع باش تخوي هنايا وباش تعيش حياتك، يعني باش انا ما نضيعكش باش. المهم قلت لك اسي مصطفى، فاش قربت نولد الطبيبه اللي ولدتني كليانه كيصاوب لها الطونوبيل، يعني داكشي شنو نقول لك، حدا عصابه دايرين به داكشي، خطط ليه ولا ما عرفتش شنو داير، واحد الناس كيعرفوه هو اللي داوني جلست عندهم، يعني وما نقولكش بعدا في الولاده. تنتفكر داك الشيء خويا مصطفى، يعني تصور درجه وصلت للانعاش الموت، وصلت ليها ودارنا ما صيفطنيش الخبر، قلت لهم انا مصافه. اش من سن كان عندك؟ راه تا شويه كبرتي في السن، يعني عاد يعني داخله الربعينات. youtube.com/mfmhd. انا مصافر. لا زعما هاد الواقعه وهاد الحماله يعني راه حتى هي ماشي شي مده طويله. خويا مصطفى ما كملش عامين. هذا هو بقى الفتحه كضرني، تصور الفقصه وبالفتيح، لان الطونسيون طلعت ليا، الطونسيون طلعت ليا والسكر، عرفتي ما نقولكش واحد الحاله. فاش ولدت تخيل، يعني كنت نقول غنعطي الولد وخصني نتفك منه وخصني هذا الشيء، المهم نرجع لدارنا ندير العاملين نرجع لدارنا نتفك. تصور فاش نولد الولد وجبدوا لي الولد، ما نقولكش داك الشعور كلشي تيتبدل، من شفتو صافي حاجه اخرى. المهم دخلت الانعاش يومين، هو زاد معاه الزايد ولا كي هنا في السويسي، هذا في السبيطار السويسي. المهم وليت تفكيت على خير وفتحت، ما نقولكش تعذبت العذاب، يعني حتى الكلينيك ما انا اشي بالصدمه، يعني خصني نمشي للكلينيك باش نتفك، يعني حتى بالصدمه داكشي فين ما بغا هو داني بحال شي وحده مزيده، شي واحد ويا مديري لا مقيوده وصافي، بحال شي وحده غايبه على الوعي. انا ما فقت من الغيبه، وحتى قلت لك شنو وقع لي داك الشيء، مشيت درت الشكايه عند وكيل الملك، عاد فقت انا. لقيت هذه فاش مشيت داني زوني ما يخرجش من السبيطار، داني شنو نقول لك
جيت المطار شي عروبيه وشي خلا داكشي ما عرفتوش انا فين كاين. واحد البلاصه خاويه واحد الدار ودوك الناس كاينه مرو كاين راجلها وكاينه بنتها. تمايا بقيت يلا بدا البرد والشتا في شهر 11 انا عقل شهر 11 نهار 5 ومشينا واحد الحاله وانا الافتيح ومعدبه ما عرفتش كيفاش ندير الولد بدا في السبيطار ما عرفتش لي انا نتاع الولد ما عرفتش انا ضايخه وعقلي كيفاش غندير لهذا الولد وتنبكي الناس كيشوفوا فيا دوك الناس مساكن وتحنوا فيا ولكن ما عارفينش. هو تيجي عندي وما تيبينش داري الدواء وقف معايا زعما ما تيبينش داني عند الناس تيقابلوني لقيت هذي قلت لهم صافي خصو يجي كيست شي ربع ايام عندهم ولا خمس ايام قلت لهم المهم دابا عيطوا لي عليه مابقاش انا في هذا الخلا. هشك هالكلاب برا قالوا لي شوفي غتسكتي تجلسي هنا ما يمكنش كاينه تخرجي هنا الخلا ولكن ما عندك فين والبرد هزيت ولدي وبغى نخرج هكاك قالوا لي جلسي الصباح هزوني بالطوموبيل جابوني لدارهم هنا في الرباط جلسوني هو جا فين جابوك؟ دارهم عندهم دار اخرى دانا حدانا في الرباط وعندهم ديك الدار اللي في الخلا في حد درك لهم غنديك هادو شي وحدين من هلو ولا من معارفو؟ اصدقاء ديالو اصدق هذا هما اللي قلت لك بغاو يبيعوا يشرو في الولد. المهم فاش جلست عندهم داكشي هما داكشي كيخططوا لي حتى حاجه ما دارها في سبيل الله. هما كان مخطط عندهم. المهم فاش جيت قلت لي دابا شوف الحل شنو غادي دير يا اما غادير الحل واما غادي نمشي للبوليس. قال لي لا ما فيش وهادي وانا تنقلب تنشوف لما نعطيه الولد هو تيقلب يدير مجهوده. قلب هو يوم تيقلبوا يقلبوا وانا جالسه ربي يلعن بيا ما تناكل ما تنشرب الفتحه تضرني تحلات لي يوم مشيت عند الطبيبه هذيك وديك الطبيبه ما سيقاش الخبر في الاول صار الاخر عاد تسيق الخبر. المهم حيت هي دارت فيا خير واخا هكاك. يعني اعتقدتني من الموت. غير هي حاجه انا فاش عيطت قلت لها تشري شهاده الحق ما بغاتش. المهم هي هذيك تفكيت انا ويجيو هما يقولوا لي راه لقينا واحد السيده غادي تاخذ الولد لا بعدا في السبيطار اقسم لك يمينا يا خويا مصطفى ما قالوا لك لا واش غتربيه ولا تخليه معاك لا يعني هي ما تسولي لا ما تشوفك ما تشوفيها. لقيتها بعدا في السبيطار تيقول لي هو السيد اللي معاه صاحبه حاج السيد عنده شي 70 سنه قالوا لي اري نحطوه في شي بلاصه هنا في السبيطار ونخليوه قلت لهم نون قلت لهم نشوفكم هنايا انا ولدي تحطوا لي بغا يتصور هذا اب بغا يحطو ويزيدو زعما نخليوه نزيد فيهم والو ولدي معايا. المهم فاش قالوا لي السيده انا بحال داك الانسان ما عنديش الجهد سي مصطفى خصني انا ننقذ الولد. تصور واش انا مشينا بعدا للخيريه مشينا لديك جمعيه لاله مريم انا وياه هو بقى برا ودخلت يعني قبلوا قالوا لي جيبي الولد ما عطاتنيش خاطري نحطو في الخيريه خويا مصطفى ما عطاتنيش خاطري. المهم قال لي لقاو شي واحد السيده وجات بنتهم. علاش دخلتي لها هاد الخيريه هاد دخلتي لها شتيها؟ دخلت صافي مشيت هضرت مع المديره وكل شيء يعني قالوا لي جيبي الولد هو معايا وراوك المرافق زعما ديال الخيريه وفين يمكن يحطوه وداك الشيء زعما وراوك قالوا لي جيبي بعدا الولد. ما قدرتش نديه الخيريه قلت لها هكذيك الخطره ما عطاتنيش خاطري ولكن ندمت كون غديته الخيريه احسن. المهم يا هذيك فجاه جات بنتهم جات امها هادشي اللي كنهضر لك الناس حاجين والناس كيصليو العباده هادشي اللي داروا هادشي قال لي ارينا الولد راه واحد السيده غنعطيو ليها وديك ما نقولكش فاش قالوا هادي كي وليت حالتي ربي لعالم بيا العافية فيا قلبي العافية العافية الحليب هرب كلشي هرب حالتي حالة. قال لي المهم شي وحدة كتعرفهم هي لقات هاد السيدة قالوا لي ولكن ما تشوفيها ما تشوفك ما تعرفيها ما تعرفك هما قالوا لي راه في تطوان مع طنجة ما كايناش هنا. تصور فاش غيديو لي الولد من يديا تصور كيجرو هو تيبكي بحال بحال حاس انه غيفرقني. شحال اسبوع اسبوع ولا خداو لي الولد وداوه حالتي ما نقولكش وانا مريضه
جابني للدار دارنا، مشيت بعد للسبيطار على واحد مريضة ومالوكة، جيت لدارنا ونربي لي عالم بيا ما تنعش الليل كله ما تنعس نتشوى. يعني سالات الصيمانة جابك لداركم؟ الصيمانة الثانية الصيمانة صافي جيت وانا كنتشوى كيجيب لي الدواء. وداركم شنو المبرر اللي كنت كتعطيهم أسماء؟ قلت لهم انا مسافرة ولقيت اللي سافرت انا الاب ديالي ومشي عند اختي، يعني جيت للدار وهي خاوية. يعني حتى قديت اموري وشوية وقفت بزز مني يعني ما نبينش. المهم جيت تيشري لي انت كنتي عارفة باللي الدار خاوية؟ عارفة. شكون اللي كان قالها لك؟ عارفة حيت داكشي تنهضرو في التليفون مع الظهر وداكشي. المهم جابني مشيت الحمام مشيت للطبيب، يعني تنداوي والفتحه تحلات ليا وحالتي حاله وما نقولكش شو تندير الدواء، يعني خصني باش نوقف بزز مني باش انا جاوطنا ما نبينش. المهم قالوا لي خصك باش تقادي الوراق، تنطلعوا على الوراق باش نصاوبوا الوراق باش تعطي السيده الوراق. قلت لهم هاد السيده اللي غناخذ الوراق تنشوفها بعيني جيبوها ليا. فقت هنا بديت كنفيق. وفين هو الولد ديك الساعات؟ داو السيد رجع لخدمته ورجع لحياته ما هوش فهاد العالم. كنت ديك الساعات رجعتي لداركم؟ انا في الدار وبوحدي باقي ما جاوش دارنا، وجا قال لي هذا الوراق تيجي بالطوموبيل يديني حيت ما تنقدرش حتى نتمشى راه فاتحه وفتحت تحلت ليا. يعني ما نقولكش واحد الحاله. المهم جيت كناخذ الدواء نعس انا ماكله لا شراب صافي. نروح قلت لك الطبيبه راه غتموتي انتيا. قلت لها كون غا ما تهنيت من هاد الدنيا ما نرتاح بعدا ولاد العافية اللي شعلة فيا في خاطري انا بوش نقول لها في الاول. كنصوبوا في الوراق كنقادو هادي صوبت الوريقات وكل شيء كيجيو شي يد واحد وخصو يرطب الامور. قال لي كوني هانيه وداك الشيء اللي بغيتي غيكون وغنعوضك وغندير اللي يكون في عليك. عرفتي العافيه فيا يا خويا مصطفى العافيه العافيه العافيه. قلت لهم انا هاد الورقه حيت ورقه السميطار وداك الشيء كتقدم كل شيء ما غاتاخذوش الورق حتى تجيبوا لي السيده. قلت لي مجوجه يا راجل انا خصني نعرف ولدي عند من. ونعطيها انا الورق. هما قال لك هما اللي ما تشوفيش المراه. نعم. اش دار هو؟ مشى وراهم دارنا. وجاو زعما تيدقوا زعما غتعطينا الوراق ونقولوها للباك. قلت ليها ولا نجيبو، قلت لها انا اللي غنسبقكم عند البوليس. يعني تما صافي وانا نتكعد ليهم. يعني وليت وحده اخرى قلت لهم شوفوا. وليش هما كانوا بغاو الوراق؟ بغاو الوراق حيت غياخذوا الفلوس السيمطاسة. انا السيده نجيك الهضره عاودت لي عطات النص ديال الفلوس. حيت انا علاش خلاني نطرح هذا السؤال؟ كنقول بانه مادام حيت بزاف الناس كيديو الولد سالينا، يعني ما كيضطروا لا يقلبوا على شكون مو ولا ولا يديروها في الوراق قانونيا ولا حتى شي حاجه. لا هما داروا الكفاله. داروا الكفاله وخاصهم الورقه ديال السبيطار. باش يدير الولد الجلبه. وخاصهم الورق باش يطلعوا في المحكمه. هما هما بغاو يمشيو قانونيا. باش باش ما احتياطا طلع راسهم. يعني فهمتيني هما غاديين في القانون. الا ما عطيتهمش انا الوراق راه بحال ساقينه. ملي جيت عاد نعرف داك الشيء من بعد. الاخرين شاعله فيهم العافيه الحرب بدات معايا. وانا قلت لهم ديك الورقه هي اللي ما تاخذوهاش. وهو وراهم الدار قلت له وريتيهم الدار واش انت غادي نمشي. قال لي لا انا ماشي معاهم وانا راه عرفتهم واخدين الفلوس وانا هادي وانا هادي وداك الشيء غير التمثيل. يا هذيك ما لقاو ما يديروا في الاخر هما يعيطوا على السيده. تلاقيت بها في الزنقه خارجه بزز. السيده السيده اللي غتكلم اللي عندها الولد. عندها الولد صور جايه هي وراجلها وقفنا في واحد البلاصه قريبه للدار ديالنا بعيده. وهذيك البنت جابتهم صور هي جابتهم وقفاتهم وتنقول لها قلت لها خليت لكم الله قدامهم وبقاو كيشوفوا فيها. تصور غلقتنا وهربت. المهم يا ديك سلموا عليا وداك الشيء تنهضروا وشافوني ما تنقدرش نوقف داك الشيء. دخلنا للطوموبيل جلسنا شويه هو الحق عليا. جا انا قلت له مدام العائله ما بغاش يبين راسو. السيده مهم بقات كتهضر قالت لك حنا بغينا نعرفوك السيده اللي وراتنا. قلنا لها حنا بغينا نعرفو الام ديالو
داك السيد اللي راجلها هي ملتزم قال لك انا بغيت نعرف ام ديالو انا بغيت هذه بغيت قلت له انا هي انا تنهضروا لقينا هذه خلصت ليا السبيطار عطاتني 3000 درهم باش خلصنا السبيطار يعني حتى السبيطار ما خلصوش باش نديك السيم طافه قلت ليها شوفي حنا بغينا الاوراق باش نبقى ندلو الاوراق بغينا نديرو ليه السبوع قلت لها ماشي قلت لها المهم انا ما نعطيكش الوراق حتى نشوف الولد قلت لها رانا العافيه فيا هكا قلت لي دابا راه قريب المغرب داك الشيء ونشوفو قلت لها لا نمشي معاكم انا وياه وهي وركبنا ومشينا تصور فاش مشينا للصين طافا ما مشيناش للدار وقفتنا في الزنقه وبعيدة من الدار كنت قلت لك انا فين هما في المدينه عندهم واحد الزنقه جيت باب الحد تيقولها زنقه الطاجين تما وقفنا هما دارهم بعيده يعني واحد المسافه باش ما نعرفش انا هذه دخله مع الدروبه صور وهكاك وعرفت المهم وقفنا جات بقى راجلها معانا ما نلحقش على انا ولا مشات واحد المده هاد جات جايبه الوليد نقول لك اخويا مصطفى فاش شفتو الناس كلها تفرجت فيا تنبكي وتنغوت وتنقفي وتنبوس ونصور فيه هذيك الساعات كيشوف فضل الله كاينه شفتو من بعد واحد المره المهم شفتو في الزنقه يعني ما وراتني دار ما دخلتني الدار ما عاودت لك فاش جيت بحالاتي من كوبا قلت لي شتي قلت لي شتي شتي قلت لي ما ورانا دار ما هادي ما هادي بقى وغا ساكت جيت بحالاتي داكشي ما دخلش ليا على الراس حالتي حاله المهم بقيت انا وياه تي خدا ليا شي دواء اخر تندوز يعني تنستحجاو دارنا المهم الامور تنخرج معاه ولا جاو داركم ولا عرفوا لا كاينش اللي يعرف انا قلت لك ما بينتش جاو داركم من الصفر جاو دارنا غادي تيجي وعادي رجعت كيما العاده وانا ربي العالم بيا مشيت عند عندو لقينا عندو العصابه ديالو هادي قلت لهم شوفوا حيت عيطات هي قالت لي انا غادي نكمل الولد الاجراءات وغتمشي معايا قلت لك ديك المديريه باش نسيني ليها يعني بحال غنتنازل عليه يعني اجراءات كاينه مشي معايا المحكمه بقات كتصل بيا هي في التليفون هادي وهادي المهم لقيت لي انا مشيت عندو معاه هو لقيت بيت خاصمت انا وياه شوف انا غادي نمشي نقلب على الدار ونشوف الولد ونعرفو فين كاين وهادي وهادي بقى قال لي لا وهادي وهادي بقى ما بغاش وانا نمشي عند هادوك هي ديك فاش قلت لك تخاصمنا انا وياه ومراتو ساقت الخبر هنا غادي تبدا المهم فاش مراتو ساقت الخبر القيامه ناضت كيفاش تساقت مرات الخبر وشنو اللي خلي اشنو كان طرح تساق الخبر لا فاش انا تخاصمت مع هادوك تخاصمنا هو في الزنقه هو يعني انا وياه تخاصمنا يعني قال لي شوفي صافي دابا كل ما عرفنا زعما مرتب حيت جاو شي حوايج ما محتاجين باش تفسريهم من اكثر اسماء صافي بين تخاصمت معاه صافي هو صافي الولد عطيه بحال هو صافي داكشي اللي كان داير بحسابه ان الولد صافي تهنى منه يعني في الزنقة وانا مريضة واش نقت عليه انت نقول لي شوف دابا انت يا اما هذه اما البوليس انا وياك هادشي مورا فاش شتي انت الولد مورا فاش الولد واتفقنا باش نجمعوا الورق صافي قلت لي جيب لي الولد انا بغيت الولد غاتمشي معايا دابا نقلبوا عليه حيت هي السيدة تشرطات قالت لك ما تجي تشوفيه لا والو قلت لك قلت لي نون كحلي ترد لي ولدي انا ما كنتش بغيت حتى حاجه قلت صافي اللي ليها ليها جات قاصحه ديال ما باقيش تشوفيه قاصحه يا خويا انت كاع ملي شتي في راس الزنقه في البرد مسكين بالليل صور في البرد ومغطي وبقي الحيمه وطليت عليه بحال شي وحده برانيه يديته بارد وحليت كرشي في النعاش حليته بارد خويا صافا حليته بارد ما توجهت عليه ما تحمت عليه ما حتى حاجه المهم هو ما حسش بيا المهم السيد جرا مشى بحالاته مشى عند هادوك تبعتو عند الناس صدقوا كلهم يعني بحال اتحدوا عليا اتحدوا عليا قلت لهم دابا غيحضروا البوليس وولدي انا خوت ربي اللي عالم بيا تنقول لهم ولدي تجيبوا لي ولدي تجيبوا لي ولدي تنتفكر داك الشيء ما تنسى ما تنعش
المهم بدا ولدي 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 قبيض البوني بغيت تكرفسوا عليا. لا مرتو ساقت الخبر لان السكنه قريبه من هما معاه جيرانه. مرتو ساقت الخبر وجات صدقات جابتنا للدار وكتطلب فيا وكترغب فيا ما تمشيش دير لي راجلي للحبس ما تفعليش ليا ما تركيش ليا انا كلوتي نحيده ونعطيها لك انا هادي انا هادي. قلت لهم انا بغيت ولدي جيبوا لي ولدي تحطوا لي ولدي. المهم السيده كتهضر فيا قالت لك صافي وانا معاك وانا داك الشيء اللي بغيتي نديروه معاك ونديروه معاك. الرد صباح النهار طلع النهار تقلبوا ما بقات لا مرا ما بقات لا هادي لا هادي. سيرو نتوما اتصلوا بالسيده واتفقوا عليا وتلاقاو في بلاصه فهادي يعني فهمتيني بحال اتحدوا كلهم. هو ومراته ودوك اللي كانوا معاهم كل شيء اللي خدات الولد وكل شيء. المهم انا فاش عيطت السيده قالت لك المهم غادي ديري معايا تنازل ولا غادي نجيب لك الولد ولا غنمشي نواك. قلت لها غير بقيت كنفكر قلت لها صافي جيبي لي الولد. هذاك هو الخيار اللي بالنسبه لك انت كنت من بعد وليتي بغيتي غير ولدك. ها بغيت غير الولد. قلت لها جيبي لي الولد. شويه قالت لي انا ما نعطيهش لك نعطي لك حدا وكيل مالك. قلت لها صافي متفقين ماشي مشكله. المهم شدي الطاكسي مشينا مشيت للمديريه قالت لي فكري يا اما تنزلي عليا يا اما نعطي لك حدا وكيل المالك. قلت لها انا ناخذ وكيل المالك بوجه مالك شنو غيدير لي وكيل المالك راه ولدي هذاك. انا ما سارقه انت اللي ديتي الولد بلا ولا اوراق. المهم فاش مشينا للمديريه جابت معها واحد السيده مرت خالها واحد هذه السيده ما بقاش كتقول ديك الهضره. قالت لي شوفي وانا هادي وبيت لي الكبده ودرت لي السبوع وفعلت لي وهادي 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 وتنسني. شنو نقول لك اخويا مصطفى؟ لو كنت خدامه وعندي السكن وكانت عندي غير الام ديالي ما نعطيش ولدي. ما نعطيش. صور انا دخل المديريه ونتنازل كي غندير غنجيب داك الولد والشتا كتصب والبرد فين غندير الولد؟ انا تنقول صافي انا حياتي مشات ضعت دمرت ولكن داك الولد خصني نعتق الولد فين نديه؟ صور غمضت عيني ومع ديك السيده ديك السيده اللي معاها ومع بنتها ومع شكون هي كطيحهم حجر يعني شافت المنظر. صور انا كنسيني كان هذاك المحضر والعافيه فيا. وياك في الاول كنتي عطيتيهم الخيار ديال تاخذي ولدك شنو اللي خلاك تراجع؟ واش ما كنتيش مسويه الامور في داركم ولا شنو كيفاش؟ صافي فين ندي الولد؟ ما نقدرش با يموت ليا با راجل فوق 70 عن 80 عام فين صافي يسمع يموت وانا مصيري الشارع. كنت غير مكبراها باش الصغار. ما يمكنش تقولي اليوم هذيك وانا ما نقولكش خوتي يعني راه رجال اربعه ديال الخوت راه قادرين ما عرفت شنو يديروا ليه. 24 ساعه واصلين يديهم واصله ولكن ما نقدرش. يعني انا يوقفوا معك يجيبوا لك الولد ويجيبوا لك حقك وهذوك ياخذوا الجزء ديالهم ولكن مصير الشارع العلاقه بك وبينك وبينهم علاقه غادي تكون صافي كل شيء مشى. يعني حياتي غتدمر يعني ما نقدرش. وانا ما مولفاش الزنقه عندي لا خدمه ما عندي لا ديبنو ما عندي لا سكنه ما عندي حتى العائله اللي غتحط عليهم راس ما كاينش. والسن 40 عام ما فين غنمشي؟ ولكن داك شحال كان ديك 40 عام. المهم كتبت لها انا درنا المحضر درنا المسائل باش هي تكمل الاجراءات. المهم شات فرحانه هي هزوني بالطوموبيل جابوني وانا ديك الساعات حالتي حاله. كنتصل به هو جاوبني قال لي انا راه غنتلاقى بك في العشيه ونتلاقى وهادي وهادي. قلت لها عرفتي اش هو كيثبتني باش كيجمع حوايجو وهرب خوا الدار. هو ومرته خواها هربوا قربوا واحد الموده. تنمشي نقلب عليهم ما كايناش وانا عرفتي الفتحه وما تنبين سلطه وحالتي حاله وبوحدي. انا تنقول بعد عتقت الولد ها هو. المهم من مشتو ما بانش بقيت الساسه واحد لقيته واحد لقيته دازت مده وانا نمشي ديال الكراج. المهم واحد لقيته جا بين ليا وانا نمشي ويا ديك فاش مشيت فاش تحمت عليا مرتو هادوك ضربوني. فاش قلت لك سي مصطفى درت سرته في كافيه فوق 30 شنو كان الضرب؟ قولي لنا بالضبط شنو كان الضرب حتى وصلتي للضرب معاهم. الضرب راه مشيت لعندها يعني بحال ما بغات ديرني بحال انا هاجمه.
يعني انا هجمه داخله عليها، يعني داك المخطط اللي كانت تخطط. لا شنو كان ضرب الدبت؟ شنو كان ضرب الدبت؟ انت مشيتي شنو كان ضرب الدبت بينك وبينهم؟ واش دخلتي للدار حبو؟ لا مشيت ما لقيتوش، ورجعت لقيتها هي عيطت في التليفون بحال شي واحد فعل خير، قالت لي زعما راه هو كاين دلوقتي تجي تجي اجي، راه هي مرته دارت راسها وحده اخرى. انا مشيت الطاكسي ومشيت، هو ما كاينش، كاينين غير هما. يا ديك اللي شداتني زعما تحملي انا فاتحه، تي ما نقولكش مريضه وبغات تجرني زعما القريب بحال هنا هاجمه. صور داكشي اللي خططات ليه الاخرين، غا شافوا الدمايات يعني طحت والدمايات وجهي كله حالتي مكرفصه، تكرفصت عليا هي ويوم الاخرين هربوا، هي حتى هي هربت. المهم جاو جات لهم بين ستات. شحال باش كنتي نافسه هذيك الساعه؟ شي شهر ولا شنو؟ لا ما قل قل من شهر. يا ديك مشيت السويسي داتني لومبيلونس حالتي ما نقولكش، يعني انا ماشي ديال هذا الشيء، انا ماشي ماشي انا ما تنتعاملش بالعنف، وماشي ديال هذا الشيء، وتحطيت في هذا الشيء، ودارنا ماشي ديال هذا الشيء، وخوتي ماشي ديال هذا الشيء، شنو نقولك اسي مصطفى. المهم مشيت درت سيرتيفيكا، مشيت درت شكاية عند وكيل مالك، مشيتش للبوليس لان البوليس هو عنده علاقتهم كيصوب لهم يعني شي غير يغطي على شي، انا جايك الهضره. درت شكايه لوكيل مالك صيفطوها، يا ديك صيفطوها البوليس كيديروا المحضر وداك الشيء، دفعت السفيكة. المهم فاش جينا البوليس هذاك اللي غيدير لي المحضر عرفه صور، يعني عنده علاقه به، قال لي فلان داك الشيء كتعرفو، قال لي كنعرفو وهادي كيصوب. المهم بقى طلب مني الفلوس، قلت لي انا ما كنعطيش الفلوس للمسطره هذا هذا، ولا هذا الشيء ما تكتب، يعني هذا الشيء ما كاينش غنعاود شكايه اخرى. المهم بحال لا خاف. المهم داك الشيء مشى، دخلنا وصلنا عند الوكيل، من وصلنا دخلنا عند الوكيل وما جابوا محاميه. من جابوا بعدا قبل ما نوصلوا عند الوكيل جاني اتصال، قلت لي واحد السيد يقول لي انا فاعل خير. انا قلت لي شوف مالو هاد فاعل خير شنو بغا؟ فاعل خير هما تسحبوا بغاو يعرفوا الولد فين كاين، حيت قالت لي انا قطعت عليهم هذيك السيده من بعد. هي بقات كتصل بيا. شكون هي هذه اللي بقات كتصل؟ عطيتها الولد. قال لي داك السيد انا فاعل خير، قلت ليه ديرش هاد الفاعل الخير بحالاش؟ قال لي انا هاد واش باغا تعطي ولدك؟ قلت لي انا حنا دابا وصلنا عند وكيل الملك، وصلنا اللي قالها المخزنيه اللي كاينه، قلت لي شوف القانون هو اللي غادي يحدد واش نعطي ولدي ولا ما نعطيش ولدي. وياك عارفينك بانه عاطيه ولدك؟ ولكن هو قال لي سيدي، قال لي شوفي خرجي نهضر معاك، خرجي نهضروا معاك نتفاهموا، والولد راه كاين واحد الناس بغاو يعطيو الولد، هو بغا غير يشوف الولد فين كاين. قلت لي الولد راه معايا. انا عرفتهم هما اللي مصيفطينو. قال لي انا صاحبو انا هادي، وانا بغيت ندخل بخيط البيت. قلت لي الله يجازيك بخير، ما تبقاش تتصل بيا، ولا هاد النمره ديالك غادي نعطيها للوكيل الملك. صافي من تما مابقاش كيتصل. دخلنا عند وكيل الملك بقات يهضر، قال لي شنو؟ قلت ليها شنو الناس شنو بقى كيشوف المحضر باش نقول ليها هذا. بنتي الشكايه اللي رفعتيها هي غير الضرب والجرح، مازال ما وصلنا للوالد والتكفل. لا قلتها للوكيل فاش دخلنا، قلت ليها شنو؟ قال لي قلت له هذا السيد شنو؟ قلت لي راه شنو وقع وشنو وقع وحملت منه. ويقول لي هذا الشيء بصح؟ قال لي لا هو نكر الولد. قال لي لا انا ما عندي حتى شي ولد، ما هزت التصويره في بورطابل. قلت ليها انت شوف، قال لي هذه نسخه طبق منك. بقى كيشوف فيه، قال لي كيفاش تكذب؟ قال لي فيك كتعرف؟ قال لي لا كانت غا تجي عندي للكراج وشنو. قال لي وهذه وكنت ندير ندور معاها. قال لي ما بيناش فيها كتاخذ الصداقه. قال لي كتبان بنت عائله. المهم السيد بدا كيدخل يخرج في الهضره عرفو. قال لي غتمشيو لابيجي، يعني البحث حتى اخر لابيجي. ولكن قال لي اللي وصل ليها ولا اللي قاصها ولا اللي جا عندها راه يعني بحال عطاهم انذار. يعني كون ما كانتش المحاميه معاه ما راه خصو يتقبض هو، يعني سيرتيفيكا الاعتقال. ما فهمتش انا علاش ما تعتقلوش، لان 30 يوم فوق 30 يوم سيرتيفيكا. ما عليناش، مشينا لابيجي بقى البحث البحث. انا ما عرفتش، انا في الاول كون عرفت هكا كون درت محاميه انا ما عرفتش، انا دخلت
لقيت اللي كنديروا البحث وداك الشيء تيسولونا، جات هي تجي مرتو حتى هي معاه حيت كي ها البحث على ولد الولد هذه كي درتي فين عرفتي فين تعاودت لهم كل شيء عاودت لهم القصه هذه يعني. لقيت اللي قالوا لي خصك تجيبي الولد باش نديروا لا دي ان. جيت للسيده وقلت لها فلانة هذه شنو، قلت لها بغيت الولد راه البوليس صيطوا عليا لا بي جي واشنو، قالت لي قالوا لي جيبي الولد. قلت لي واخا غادي نهضر مع راجلي وهذا ونرد عليك الخبر. طفات عليا التليفون مابقاش كتواجبني. المهم اش درت الغد، مشيت انا تما عند البوليس وانا ما قلت لهمش رانا معطيها للسيده. المهم فاش قلت لهم راه الولد شنو وقع شنو وقع، قال لي ديك الفلاش، قال لي كيفاش انا بغيت نعرفوك عندك شي ورقه؟ قلت لهم الورقه ديال الصبط عطيتها ليها. راه كاين المحضر يعني بحال كذبوني. قال لك لا وعلاش تعطي الوالد وما عطاوكش لا لاكارت ناسيونال؟ شمن اثبات عندك وخصك هاد السيدة عطيتيها الوالد، علاش ما خديتيش لاكارت ناسيونال ديالها؟ علاش ما خديتيش اثبات؟ قلت لهم اخويا انا ضايخه، انا واش انا ولدي خصني نقد ولدي ماشي خصني نخليه في الزنقه؟ قلت لي واش انا ولدي حطيته في بركاصه ولا حطيته في الزنقه؟ راه انا نقدت الولد ونعطيته قانونيا. قال لي شنو هذا القانون؟ قال لي جيب لنا. مشيت تما المديريه والمحضر وجبت داك الشيء. المديريه ديال اش اللي مشيتي لها؟ مديريه الامن. كاينه في جيت طريق زعير. المهم هذيك ديال ما عرفت كي تيقولوا ليها، كاين السميه ديالها ما بقيتش عاقله عليها. كاين واحد المصلحه تما ديال الاطفال متخلى عنهم المصلحه كت. المهم المسؤول الكبير هو اللي جبد لي المحضر، وراه كنت قلت لك انا سينيت على المحضر بلا ما قريتو يعني جاب بحال دار في هذاك الاخو. قال له علاش ما قريتوهاش؟ يعني داك السيد مسؤول صراحه سيد العمار هذا واتصل بهذوك لي فلوبيشي وقال لهم كاين المحضر فعلا وكاين هذا الشيء. المهم جيت بحالاتي، جيت بقيت ضايخه، جيت نشوف، مشيت للمحكمه تنسول، وقفت واحد المحاميه الله يجازى بها وقفتها وقعدت ليها شرحت ليها كل شيء، قلت لها شنو تنبكي؟ قلت لها شوفي تنقول لك واحد النقطه ماشي الصالح ديالك تكملي. قلت لها علاش؟ قالت لي الا كملتي راه كاينه المتابعه. قلت لها هو راه مجوج غتسمح ليه مرتو تقدري تتابعي الفساد. قلت لها وراه انا شنو وقع ليا؟ قالت لي خص اثبات الشهود، خص هذه شنو يثبتوا لك زعما الشهود؟ ما عرف. قلت بان قلت لها ماشي لا هي لا ديال، قالت لي غديري لا ديال غادي تثبت بان ولده غيتشد. يعني هو غيتشد غتسامح ليه مراتو؟ غتسامح ليه مراتو. قالت لي انت لا غادي تبقي في تابعي بالفساد انت. قالت لي تخاف، قالت لي المشكل قالت لي ماشي في الصالح ديالك. انا خفت ما عرفتش واش غلط ولا صح، ما كملتش في الدعوه ما عرفتش وندمت كون كملت فيها. المهم تراجعت وجيت وقفت ما درت حاجه. دابا لحد الان ما دايره لا تنازل لا والو، واقفه واش نكمل ولا نزيد. هما صافي، هما جابها لهم ربي تهناو ما بقاوش كيسولوا ولا تيديروا، يعني بحال تهنى عاش حياته. والسيده اللي خدات الولد حتى هي ما بقاش هي راه تهنات دات معها الولد بلا ما عمرها سولت فيا يا خويا. هزت التليفون ولا قالت لي اش درتي في داك الشيء؟ طفات التليفون لقيتها اللي قلت لك فاش مشيت رمضان الاخر وانا هابطه تنقلب على الدار، وروني الدار الناس وقفت على لقيتها جايه وقفت عليها قلت لها السلام عليكم. والناس شنو كنتي كتعطيهم النت؟ واش غير الاوصاف ديالها شكون هي وشنو كتلبس وداك الشيء؟ لا 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 السيده السميه ديالها وسميه راجلها معروف حيت هما ولاد الحومه، هي واخا الحومه. نقول لهم ها فلانه كي دايره عرفوها. تصوروا وجات داخل الزنقه ما نقولكش دوك الديور داخل وطحت عليها. حتى ديال راجلها ولا ديال دارهم. يعني الوالدين هما ساكنين في صلاه طريق نيطره ماشي دار اخرى، ولكن هي خدامه هنا موظفه هنا. المهم هي هذيك ونلقاها تصور ديك الساعات شفت. المهم ديك الشوفه كانت عابره لان قالت لي انا غدا معروضه بحال السيده بحال ضربتيها بشي، وانا باش ناخذ الولد وباش ندير بحال شديتيني وخويتي عليها. صافي بقيت غير في بلاصتي بحالتي وانا ربي العالم هي فاش عيطت لك اخويا مصطفى وعاودت لك وقلت لك راه شنو. المهم جلست ما درت والو بحال صافي شديتيني وانا في العذاب ما تنعش ما تنشوفو ما تنتشو هذاك الولد ما عرفتو كي داير ما عرفتو حتى الهضره مداني اخويا مصطفى مورا العيد.
هزيت راسي في واحد الصباح وانا نمشي مورا العيد بالضبط وانا نمشي نيشان وانا ندق عليهم نخرج غير هي لقيتها حتى الباب كيفاش شافتني سيمو لك يا مين ضاخت يا خويا مصطفى ضاخت وقالت لي سلمت عليا وداك الشيء وقالت لي تصوري نمرتك راه مشات لي ورا كان يحيى تلعب في الما ومشات لي ما مسيده ما دا انسان تتعرفو تيكون مضطرب ما يرجي بيا فمو قول ما كتعرفش ما كتركز على حتى شي حاجه لانه قلت لك هي قالت لي هذيك قالت لي سمعتك في الراديو سمعتني قالت لي شي وحده من عائلتها قالت لي وقالت لي واش جلتك شوفي انا على ولد ولدي ما عرفتش شنو ندير قلت لها ماشي غنهضر في الراديو المهم دخلتني عرفت دارهم امها خواتها امها الله يعمرها دار واحد السيده مزيانه خواتاتها المهم جلسنا بقينا كنهضروا قالت لي راه حيت دابا قالت لي انا ما خداماش قالت لي ديتو للروض كدير لك لاكريش قالت لي كي دابا الدراري قالت لي انا نمشي نجيبو نمشي بقيت انا جالسه شنقول لك جالسه وجالسه صاحبي عرفتي ما نوصفلكش داك النهار كي داير المهم بقات امها قالت لي وليتي ام اللي المفروض تكوني قريبه لولدك انت كتسني حتى يجيبوه لك نقول لك مصطفى شو وقع لي تصور فاش جايبه تصور جايبه وكيتمشى تبارك الله اكبر وجي عرفتي جيت باش نعنقو ما بغاش يجي عندي واش حال يكون احساس صعب يعني نقول لك شافو يا مصطفى شادة فمو مو اللي رباته اللي خداته بارد توجهت لي وانا قلت لها راه حرمتيني من ولدي قلت لها امين هذه حرمتيني من ولدي قلت لها خديتك الله قلت لي لا وانا هذه قلت لها ما عندك حتى شي مبرر حرمتيني من ولدي نشوفه دقه دقه كل شهر نجي نشوفه العقل انا ماشي خت منها والله نجي نوقف عليها وندي بهذا ولكن انا بغيت لولدي يعيش انا واكلها في قلبي ولكن ما نضمنش الولد بقيت كنبكي تنعنق فيا سيتو بزز وتنبوس في وتندير المهم وصور الطبق الاصلي الباه بقات كتشوف فيا وما كتشوف فيا قلت لي شوفي بنيتي قالت لي حنا انا بغيناك تجي قلت لها فين بغيتي نجي نجي وانا عام ونص ولا اكثر عامين هادي نتوما قلت لي كنت جايه بنيتك قلت لي بنيتي ها هو شوفي اصلا امها حتى هي مربيه ولد 30 عام دابا يعني داكشي اللي امها حتى هي مربيه ولد بحالها تقول لي هي قالت لي شوفي قالت لي راه ماشي انا مني راه الراجل اللي عاقر وشنو وسميتو انا نربي وهذا وليد قالت لي شتي هذا هو الروح ديالي هذا هو العقل ديالي عرفتي كتهضر بحال شي وحده والداه صور عرفتي ما نقول لكش الاحساس كتهضر عليه بحال شي وحده والداه قالت لي راه هذا هو الروح ديالي هو العقل ديالي قالت لي الى هزو شي واحد خرجو تنبقى مدايره وفاعله وتركه والروض قالت لي داك الكخاش كانت دي قالت لك تنبقى نقول لهم عندك وهذه عندكم قلت لها وانا شنو نقول انا قلت لها شنو نقول انا قلت لها شنو انت رفعان قلت انا راه ما كنعش انا ما كنشوفوش ربي اللي عالم بيا قلت لهم لقيت لي جهد في خاطري المهم شفتو وجيت صيمانة وانا مريضة ما نقول لكش وصورت وتنجيت نشوف دوك التصاور نبكي جيت دوك التصاور نبكي جيت هاد الاسبوع عاوتاني مشيت شفتو نهار عاشورة بالضبط مشيت عاوتاني عيط لها شحال عنده في العمر ديالو دابا عام وش اربع شهور دابا اخويا مصطفى شهر 11 غادي يكمل عامين ما شاء الله قالت لي كانت دير الطبيب تيقول لها تبارك الله وافي وتبارك الله زعما ما تعطيش ليش ما تعطيش عامين تعطيه 3 سنين قلت لها شوفي انا ولدي ما كليت عليه سم ما كليت عليه دواء ما كليت عليه حتى حاجه انا خديت الدواء درت تحاليل يعني ما درتش داكشي اللي كيديروا العيالات والبنات ما كيديروا يشربوا هادي ويشربوا قلت الحمد لله قالت لي الحمد لله بخير صحته بخير قالت لي ما بيت شي حاجه وانا تندير لي وانا تنفعل لي المهم باش تتعنقني وداكشي وقالت لي زعما سمحي لي زعما المهم انا هي مهلي لي في ولدي كدا ما شاء الله خويا وقلت لها هذه الخطره وداروا لي السبوع وقالت لي وغندير لي نطهرو قلت لها لا طهرتي الولد عيطي لي خصني نكون انا هو ما شفتش الراجل ما شفتوش حتى هي جمرات انا كنشوفها هي مشيت هاد الخطره مشيت شفتو ديت ليه اللعاب
شي حاجة. المهم شوية واخا تيجيبو سنين تيهرب ماشي بحال الأول، ولكن ماما تتخشى فيها هي. تتخشى فيها هي، قلت لي اجي عندي وداكشي تيجي عندي شوية وتيمشي يمشي بزاف. قلت لي انا بلاصتي غندي طبيب نفساني، يعني مي غادي يكبر وكيفاش غادي نأهلو خصو يبقى يشوفك. قلت لها ما قلبتيش عليا، ما عيطتيش ليا، قلت لها انا اللي جيت عندك، انا اللي قلبت على ولدي. قلت لها انت كي تحبيني سمحت فينا ولا ما نسمحش فيه، وفين انا اخويا مصطفى انا ما نسمحش فيه. المهم شفتو بقيت جالسة معاهم واحد لادو، جيت بحالاتي عاوتاني. قلت لي شوفي تما بغيتي تجي تشوفي شوفي. قلت لي بغيتي تديه معاك يجي زعما. قلت لي انا راه سمعتك في الراديو هضرتي. وعلاش انت ويا هذا دابا مادام وصلتوا لهذا النوع من التوافق ما تمشيو عن طريق المحكمه وتديروا تبتي النسب سميت ولدك و بحال اش اخويا مصطفى؟ داك الشيء باش انا بغيت نعرف، حيت دابا انا بغيت ندير الدعوه، باغا نرد ولدي اخويا مصطفى، بغيت نردو اللي ليها ليها. فاش ما خرجت بغيت نحي ناخذ ولدي ولا نتبع ما عرفتش. انا بغيت شي حد في القانون ينصحني واش عندي الا كملت في الدعوه. خفت واش نمشي للقضاء الاسره ندير الدعوه نثبت بانه هو ولده ياخذ سميه. لا واش علاش واش زعما واش ما كايناش الامكانيه زعما بصيغه اتفاقيه بينك وبينها؟ قلتها ليها تمشي وديروا المحضر بانها فعلا انت متسلمه واحد العامين هاد الوليد بالاوراقات السبيطار اللي عندك، وهي تتقر بانها فعلا تسلمات وطيله هاد العامين هادي راه تما انت تصحي لانك كنت عندك ظروف معينه وداك الشيء، وهو يبقى عندها الولد غير كيتشاف. دابا انت بما انه يمكن ربما يمكن ولدك هذا يبقى توصل لتي وياه لشي صيغه واش يبقى عندك الولد ولا يبقى عندها ما عرفتش. انت كتشوفي راسك دابا حاليا بغيتي ولدك؟ انا بغيت ولدي صافي. حارب عليه ما عرفتش شنو ندير عليه صافي. اخبارك اسي مصطفى واش انا بقى عاد غادي نصغار 40 سنه مثلا غنولد هذاك الولد؟ اسمع صافي ما بقاش عندي امل. انا عندي امل في هذاك الوليد صافي. صافي. ومن بعد داركم عرفوا الحقيقه ولا مازال ما تعرفوا حتى شي حاجه؟ ما كانش عارفوا، ما قدرتش نقولها لهم، ما عرفت شنو غندير. انا الحل انا عندي حل من الحلين، يا نرد الولد نجيبو من عندها. انا قلت لها قلت لها شوفي يمكن غنتبع في الدعوه وغادي ندير. قالت لي شوفي اللي سلكك ديري، وهي تتقولها تتقولهاش من قلبها غتتقولها، لان من بعد غتقول لي لا ما يمكنش. قالت لي شتي هذا الروح ديالي العقل ديالي زعما انا مشى ليها تموت. قلت لي انا ما يمكن ليش وانت ما يمكن لكش، وانا شنو ندير انا؟ انا نموت كي ندير انا في ذاك الولد؟ وانا بغيت نسب دباج بدات لي عقد سياد كتبين لي عبد الله سميت شبو عبد الله، لكن هي اللي عطاته المحكمه ماشي كنيت باه. انا بغيت يتنسب لباه كي غندير واش نمشي للقضاء اسره ندير دعوه اخرى جديده؟ غادي يقول خصك شهود خصك لا ديان ما عرفتش شحال تدير خلصها. اما الدعوه اللي عندي انا خدت فيها ما عرفتش حرت. انا عندي الدعوه باقي ما دات فيها تنازل، واش نتابعها هي نمشي للمحكمه ونحيد لها الولد؟ ما عرفتش شنو غندير. الدعوه اللي دايره انت في يعني دايرها عن طريق البوليس عن طريق وكيل الملك، باقي ما داتش فيها انا تنازل، لكن باقي دوسي باقي في المحكمه. انت ولكن شنو هو موضوع الدعوه اللي دايره؟ هي تهبط النسب هذا يعني مع السيد الباه، وثم قلت لك القضيه ما كملتش. دابا يكون الملف تحفظ دابا هذا هو المشكل. هذا مشكل هذا جانب. نجبدوها نجبد الملف وندير محامي، ولكن واش انا خفت من المتابعه واش نمشي للقضاء الاسره ندير دعوه اخرى؟ ما عرفتش. وبالنسبه هي تقول لك ديري، ولكن انا كون بغات تشهد معايا راه انا شافوا باه هي وراجلها يشهدوا بالحق. ما عرفتش واش تبغي ولا ما تبغيش، ما عرفتش. هي ولكن راه خصك تعرف بان هذه القضيه ما فيهاش راه هو با هي راه جات عندنا هي والسيد ولا، لانه ملي كتولي كديري ثبوت النسب هو تي دابا انت الان كيفاش بعدا اصلا سترجعي ولدك؟ لانه دابا ولدك في الحيازه ديالها هي. دابا ما عرفتش واش ممكن زعما نرجع الولد ديالي من عندها. واه تيبقى اختيار ممكن، علاش ما ممكنش؟ حيت هي خايفه. انا نقول لك اخويا مصطفى يعني الطريقه باش فقدتني وباش يعني بغاتني نجي بحال هي مشات مسوله بحال مبرده في السوق.
هي راه كتقول لي شوفي ما تشوفيش وجابتو لي الزنقه يعني ما عمرك ما تشوفي ما تضريش به المره الاولانيه دابا ولات كتقول لي جي وديري يعني مشات سولات قالوا لها تقدر تاخذوا لك وانا غناخذوا لها خويا مصطفى ما نكذبش عليك وانا كون عرفتها بالرغم من جميع الاشياء يعني بالرغم من جميع الاشياء اللي هاديها دابا انت عايشه بوحدك ولا مازال عايشه في داركم؟ عايشه في دارنا خويا مصطفى انا كون عرفت هذا الشيء غيوقع كنت ديتو الخيريه ونمشي نشوفه كل اسبوع ما نعطيهش ليه حتى حد كون عرفت هكا الولد ما تيعرفنيش دابا ما تيعرفنيش كتقول لي هيا ماما كتيشوف ما تيعرفنيش انا تنتشوى ربي اللي عالم بيا راه شوف انسان انا تنقول لكم راه حتى شي ام ما تتلوح ولدها بخاطرها وداك كتعطي ولدها بخاطرها راه كاين كاينين اسباب كاين دوافع راه ما يمكنش انا قلت لك با ندفنو يعني ما يمكنش نقدر نقول انا مصيري الشارع يعني ما عرفتش وهو مع راسه عايش لا ضمير ما عرفتش هاد الانسان الضمير ما كاينش كيشوف ولده مازال مازال وشوف الله وش دوك الولاد ما عرفتش شنو من القدام شنو طرا مازال يقلب عليه وما يلقاه وقلت لها قلت له شوفي انا غندير ليه عليا انا بغيت سميت باه باش يكبر ما يلومنيش وغنخلي الورق ديال المحكم ونخلي الورق باش يكبر نقول لها انا درت جهدي انا درت مجهودي ولكن ما سهلش الله باش الولد ما يحقدش عليك لان ما عندك باش مش غتقولي ليه ما غاديش يولفك ما يكبرش معاك ما حلش عينو فيك دابا دابا عنده عامين ما مولفنيش ولكن دابا خصني نبطل براسي باقي صغير باقي مازال يدير وانا كنت شوا هي راه كضحك وعطا الصينية وتيضحكوا ولكن انا ربي العالمية انا راه كدور بيا الدنيا اقسم بالله يا خويا مصطفى ديك النهار طلعت العواشة العاشورة خرجت للزنق حداهم جلست فواحد البلاصة حدا ديك الصوت ديال الباب تنبكي الناس توقعت عليا تنبكي نبكي 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 تبرجت مسحت دموعي وشت الطاكسي وجيت لدار عندي من جهدي غا الدموع ما عرفتش ندير كنت عندي الام ديالي وقفت معايا على الاقل تجي ولدي ونزيد لك بان الاطباء مشيت مؤخرا عند الطبيبه وداك الشيء قالت لي ما تبقيش تولدي هذه زيدها لك حتى هي شو اللي خلاك تمشي تشوفي الطبيبه؟ مشيت درت كونترول حيت باقا كضرني ديك الفتح وداك الشيء ودارت التلفازه قالت لي زعما ما تبقيش تولدي شو العواقب ديال ديك الولاده اللي عام وما جاي 10 شهور وباقي تتعاني من التبعات ديال التبعات وقالت لي ما تبقيش ولدي شوف العواقب شمن حياة شمن حياة عندي وحدة تمتهت لك بولدك تشوف ولدك ولدي وما عنديش حق فيه ولدي ما عنديش حق فيه داكشي باش هذاك داك الاخ كبير رحم حسين من العيون ما يلومش الام ديالو العام الله الظروف ديالها شنو عندها الظروف الانسان راه واخا ما جات تشوف ولكن شوف شنو ربي شنو عالم شنو بيها انا بعدا انا بعدا ما صبرتش على ولدي انا ما صبرتش ولكن 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 النضج ديال الام في واحد السن اللي هو اكثر مثلا من على كل حال كيتجاوز السن اللي هو قاصر ماشي بحال وضعيه ديال واحد اللحيمه ما معروف مسكين لا فين يتحط واش في الرصيف ولا في ولا في الناس يطيح في شي واحد اللي يقدروا يربيه ولا يقدر شي يطيح شي واحد اللي يقدروا يسرحوا به وهذا واقع كاين شي لا لا انا ما نكذبش من هذه الناحيه هي بدارها قالت لك انا داري لا المبرر زعما انا كنهضر معك على المبرر ديال السي محسن يعني هكا هو كيشوف يعني كيشوف. ما يلومش الام ديالو ولكن الله من الله شنو ظروفها انا بالنسبه لي انا ما قدرتش ما صبرتش على ولدي ومشيت قلبت عليه وتنحارب عليه ومازال غنزيد نحارب عليه انا بديت والعام الله كيف تخرج لي هذه الطريفه ما عرفت شنو عندي حرت انا في دوامه متنعش اخويا مصطفى هي راه هي لحظه فيا راه كتشوف فيا انا قلت لها كتشوفي انا ولدي ما غنزيدش ودابا زعما بما انه عندك هذا الاحساس الامومه ولدك هو اول الاهداف واول الاولويات عندك علاش ما ديريش هذه الاجراءات واللي بغى تكون يتابعوك ولا ما يتابعوكش ولا اللي بغى يطرى كاع ياك ولا داركم يعني يقدروا يكونوا امام الامر الواقع لان عندك انت 40 عام ما عندكش ماشي قاصر يعني تقدر نعم عندي واحد الاب
عندنا بحال درتي شي جريمه شنو درتي خوت غادي يقول الاب هادي ما تبقاش هنا يعني بحال درت مع شنو ما يمكنش يبقى يشوفوا فيا يعني صافي ولكن غتربحي ما هو اهم اللي هو ولدك باش ما يقدرش يضيع فين عندي اخويا مصطفى وكان غيبغي لي الاب يحتضنوا لي يكون جبتو دارنا نعيش في وسط مني ما يقبلنيش ما يقبلنيش انا ولدي يموت بعدا هو انا نقول لك الاب ديالي كبير في السن اصلا هو مريض متدهور الصحيه ديالو انا بعدا دابا برا ربا تصور انا تنوكلو دابا يعني انا ما عندي مسؤوليه ديال الاب كي عندي اللي با غادي مصيرو حتى هو لا انا يعني العائله غتشتت علاش ماشي في وسط هاد البرور باباك انك تكوني قريبه منه وتشرحي لي الوضع ديالك ما نقدرش اخويا مصطفى ما قدرتش ما عنديش الجرأه اختي ما قدرتش نعاود ليها ما عرفتش من القدام انا قلت لك يعني با اللي كثر ما تاخوتي نواجههم ياك باك في مرحله ضعف الله يرحم ضعفنا كاملين ولكن خوتي هو علاش ربما يقدر يكون من ضعف ويقدر يقدر الضعف اللي فيك يقدر انك ضعفتي انتي واحد الوقت باش جبتي هذا الولد للدنيا وما تبغيش تزيدي تهدي اكثر وتكوني مكسوره لانه ولدك انت كأم ما عرفتش انا مجرد اسئله فقط فهمتك اخويا مصطفى الاب ديالي اصلا ما عطانيش رجل قاصح الكبده ديالو كانت في شكل يعني كبرنا تعرف رجل سلطه ماشي بحال واحد اللي يعني ما كانش الحنان اصلا انا كندير فرق بينهم وانا اللي لقاني انا دابا يعني انا اللي عبر بي وهكاك ما يدوزهاش ليا ما يقدرش ما يكفيكش زعما بانك تجيبي ولدك حداك والو وانا ما نقول لك ما جربتيش عارفه ما جربتيش تكلمي كاع انت في هذا الموضوع عارفه اخويا مصطفى وفي واحد الظرف ما نقدرش وشكون اللي كيعولك دابا الاب ديالي انا عايشه مع الاب ديالي وما تقدرش تستقل بوحدك ما عندي لا خدمه ما عندي لا حتى شي حاجه لا ديبلوم انا بقيت جالسه في الدار يعني شنقول لك انا الاب ديالي ماشي بواحد اللي كان يقول لك ديري ولا يخدمك ولا يعني كان واصل في واحد يعني واحد المنصب ولكن ما درت شي حاجه ما درت لا صنعه ما درت حاجه يعني الظهر صافي تدخلات مع الناس ما عنديش ما عندي لا صحابات ما عندي والو حدوديه وما دابا انت في هذا الوضع ما يمكنلكش تسترجعي ولدك حيت دابا ولدك ما يمكنش يكون حداك. انا استرجعته خصني نديه نعيش انا وياه ولا نحطه في الخيريه وحده في الجوج. ولا نتنسب لباه يديه باه قانونيا. اذا تنسب لباه راه غيديه باه بزاف منه. هذا هو الحل اللي عندي ولا نخليه عند السيده. ونزيدك واحد النقطه شنو قالت لي مشيت مره اخرى قالت لي راه لقيت هذا وقع صداع هي ما كتجيش تقلب عليا انا ولا تسولني انا ولا اي واحد لا جاو تلاقاو به هو وقالوا ليه غير اعترف به وحنا غنهزوه وحنا غنديروا ليه مشاو عنده قالت لي جوج مرات مشينا قلت ليها مشيتوا بلا خبري قالت لي لا راه مشينا باش قلت ليها وزيدون هو ما عنده ما يعطيكم راه انا اللي ما عطيتكم انا ما يعطيكم هو اللي اعترف به ما نعطيكمش انا مثلا قالت ليها واش انت بغيتي تدخليني للحبس قالت لي ما بغاش لينا قالت لي مرته ما بغاتش يعني جوج مرات هما كيمشيو عنده قلت لها هو ما عطيتكم انا ما عنده ما يعطيكم هو فعلا ما عرفتش علاش مشاو عنده يعني بحال شنقول لك اخويا مصطفى علاش انا بغيت ناخذ الولد لانك حسيت دابا انت عندك الرغبه في انك تاخذيه ولكن راه ما يمكنلكش تاخذيه لا انت الظرف ديالك كتقول لنا بانه غير ممكن وما متاحش وما يمكنش يجي يعيش معايا ما عرفتش علاش انا تيجيب لي الله هي حيت في نهايه المطاف هذه البلاصه اللي غادي تدي ليها ولدك youtube.com/mfmhd ندير الخير نحطو بروفيزوار ربما واحد النهار ما عرفنا شكون السابق انا ولا المهم نهار يتح لي الظروف نجيبو لي وياك عارفه بان ولدك مطمئن عليه في مكان امن ما بغيتش نخليه لان عندي احساس انه هذاك مرات هذاك وهما كيشوفوا الولد عندهم اتصال عندي احساس
انا وعد ابني وكرفتني وهي كتشوف هذا الشيء وكتخليهم يشوفوا الوقت. وها هما عندهم التسالي اللي كنتي بغيتي تربحي النسب ديال ما بغاش ما غادي لينا نسب لا والو. هي لا دابا دابا شوف ما يمكنليش هذا مطلب الا بغيتي تمشي فيه على القانون تيمكن لي يكون معاك غير انا كنهضر معاك يعني خارج القانون. يا كنتي يا كنتي يا لالا بغيتي بان ولدك يكون منسوب ليك نعم وهذا هو الهدف ديالك حيت دابا ولدك في نهايه المطاف انت انت راه ما منسوبش ليك. لا قالت لي قالت لي انت الورقه جبدت لي عقد ازدياد داروا لي المحكمه كنيه وداروا لي سميه ديال با اخرى وسميتو يحيى قالت لي وسميتي كاينه وكنيتي انا سميتك انت وكنيتك انت. قالت لي انا اللي درتها وما بغيتش نديرها. قالت لي لا سمحي لي راه في الورقه السبيطار السبيطار. قلت لها كاينه سميتي قلت لها راه قانونيا قلت لها تحاسبي عليها قلت لها انت والداه سكت. قالت لي لا كون بغيت نديرها قلت لها لا ما عندكش الحق قلت لها انا كاينه سميتي وكنيتي. وليت سكت عرفاتني انا مسوله انا عارفه. قلت لها ولدي في شي غلط في المحكمه انا غنمشي نسول في الدوسي لان باقي ما مشيتش انا عرفت شنو كاين هذا نمشي نسول. يعني هي شي هي بدا دايره شي حاجه ما عرفتش شنو دايره ما كتبغيش تبين. ما عرفتش انا عاد غنمشي نشوف داك الشيء شنو دايره الكفاله لان قالوا لي خصك تسيني شي ورقه في المحكمه ما سينيتهاش انا ما عارفه والو. راه هادشي اللي علاش مثلا ما حيت دابا إيه هو مسجل بالنسبه لك منسوب لك ولكن ولكن كاجراء قانوني بان هذا السيد متكفل به لان انت حق الكفاله ديالها ليه راه ما كينفيش عليك انت كأم انك ما تشوفيش ولا هي عارفه هي مسؤوله عندي الحق نشوف عندي الحق ندير. دابا هي تالاخر هذا اللي مشات سولات عاد يترخص وهي في الاول هي ما تشوفي ما ترايح وهي جابتو لك في الزنقه كاع باش ما تعرفيش دارها فين كاينه. وعرفتها بجهد الله عرفتها وكون مشيت كاع للقانون غادي يجيو لي ويعيطوا لي يقولوا لي جبي الولد زدت منك. يعني قانونيا خصني نشوفو نجيبو ندي نهار يقيل من عندي يعني قالوا لي راه بزاف د الحوايج راه ما يمكنلهاش تحبس لك على ولدك. يعني هي عرفت عرفت هذا الشيء ومبرده ومبرده ولكن مضروبه فيها. يعني ماشي عاديه راه ما تتبينش ولكن واخا احنا الهدف ديالنا بصراحه يعني مادام هاد السيده كتسمع احنا الهدف ديالنا هو كيفاش انت تبقي على صله بول لانه الظرف اللي كتقولي لنا احنا ما عايشينش معاك فيه ولكن صور هاد وشوف شوف شوف الصدفه كيفاش جاي وما خصنيش ما باش نعرف عندي واحد الاخ يعني متمني الولد وما لقاهش وما توليش الولد يعني شوف 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 كون ما كرهتش انا كون ربي ليا ولدي احسن ليا من نعطيه البراني. شحال عند خوك في عمرو؟ خويا صغر مني. شحال عنده؟ بين 38 سنة. وكيدير علاقتك به؟ من غير انه اخ زعما ما تتقدر تكلم انت وياه، ما تتقدر تفاتحي انت وياه، ما تتقدر. ما تقدرش حدود. دابا المرة ديالو ما تبقاش تولي يعني داك الولد تعطيه لهم بحال عطيتيهم ما عرفتش شنو كنز وما لقاوش ولكن ما نقدرش. لا انا ما تكلمتش معك من هذا الجانب زعما ديال نعطيهم الوالد حيت هذا الولد راه ماشي واحد اللهم يكون عند شي حد اللي ديالي هي اللي قريب ليك انا عارف الفكره ديالك انا غير ناقشت معاك نشوفه يوميا نقدر ناقشت معاك انا غير ذاك الاحساس لانه ما عندوش الان لانه ذاك الاحساس بالابوه مادام ما متولدش عنده يمكن ياذرك انت حيت انت وهاد خوك عندكم قاسم مشترك هو مجوج وما عندوش الدراري وانت ما مجوجاش وعندي وعندك ولد شوف 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 الصدفه شوف شوف وما قدرتش كي غندير ما عرفتش داكشي ما عرفتش الحل ما عرفتوش تلفت انا تافهه ما عرفتش من طريق نشد واش نمشي ندير الدعوه للسيد ناخذ الولد واش نمشي نكمل في ديك الدعوه اللي كنت فيها واش نمشي لقضاء الاسره ندير دعوه جديده ثبوت النسب الولد باش ما يطيحش من يكبر ما يلومنيش ونخليه عند السيده موفره ليه يعني غيعيش مزيان غتقريه مزيان. ما حاولتيش تمشي لشي مركز استماع هكذا نسائي يقدروا مثلا يربطوا الاتصال بهاد السيده ويدار الامور بشكل اللي هو سوي وقانونيا دير ذاك الاجراء ديال التكفل وتصار عليه الجمعيه ينسبوا شي محامي من عندهم كطرف مدني يكون معكم يعاونكم غينسبوا الاجراءات زعما با يعترف به علاش لا؟
ما يبغيش تخليش مراته، يعني تنقول لك مراه لا شوف هي شوف مشات جوج مرات. دابا راه واحد الحاجه فيك السيده ام حيا، وديك النهار كنت كنقول عليك وانت دابا ملي كنعطيك انا شي youtube.com/mfmhd نقولوا لا راه ما يمكنش ولا راه ما غايشوفش فيه، على الاقل بعدا جربي تعيشي هذه المرحله، عيشي هذه المرحله ديال انه شي حيت لانه شوف حيت المشكل من كيكون كبير فوق راسك كيجبل فوق راسك انت المشكل، كيحس كتحس بيه كيصدعك في راسك ثقيل عليك، ولكن ملي تيهزوا معاك بزاف الناس يمكن تلقى لي الحلول. بوحدي دابا بوحدي كندور في دوامه بوحدي 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 ما عندي لا نشكي لا ما نشكي امي ولا من اللي ساعدني ما لقيت لمن يوقف. حيت مثلا الشريفه مثلا انت هاد السيد كتعرفيه وكتعرفي الولد ديالك فين كاين، يمكن هاد الجمعيه راه بحكم الحالات اللي كيجيو عندهم يمكن يطلبوا هاد السيده مثلا في زياره، يا يمشيو عندها ومن حقهم يمشيو لانه عندهم مع ذلك راه كاين جمعيات اللي عندهم هاد الحق ديال انهم يمشيو ويتعهدوا هذاك الوالد ويشوفوه بالصفه ديالهم ديال الجمعيه، وهذاك الولد ربما تقدر تكون معاه شي بسيكوبيدياتر ولا شي حاجه، راه الجمعيات راه تيعرفوا هذا الجانب، راه ماشي راه تبارك الله كاينين جمعيات اللي كيخدموا في هذا المجال بواحد الجد. حنا ما كاينه واحد الجمعيه في ديال الجامع كاينين غنمشي عندهم ان شاء الله. زعما يمكن مثلا يعيطوا السيد وي وي ويحاولوا يحاولوا يبسطوا ما بغاش شوف يقدروا يحاولوا يبسطوا مثلا للمسطره، يقدر مثلا انت تاخذي ولدك معاك مثلا ولا هذه الجمعيه تدمجك في شي عمل بحكم ذاك الوضعيه ديالك الله اعلم. هاي الانسان يدير بعد خطيوه باش يقدر ايه شتي انا كون اعترف ليا بالولد وتزوج بيا وطلقني غير ندخلوا لدارنا بعدا قانونيا، ولكن ما دابا راه شوف ما كل ما يتمناه المرء يدركه، قال لك تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن، داك الشيء اللي بغيتي وما كاينش، ولكن على الاقل يكون عندك انصاف الحلول اللي فيها بعدا ولدك معاك او لو ولدك كتشوفيه بطرق ولا ولدك بشكل قانوني كتعرفيه باللي غدا ولا بعد غدا الا سافرت هاد السيده ولا لا تخرج خارج الارض الوطن ولا شي حاجه يمكن تاخذ عندها الوالد ما كاين حتى مشكل الا بغيت شي. دابا اذا بغات دير شي بلاصه ما كاينش لا حبسه، ما عطيني لا فوتوكوبي لا كارت ما عارفه حتى حاجه، لا دريسه حتى حاجه انايا. يعني عارفه الدار عارفه فين دار ما ماشي حتى دارها هي تقول لك دارها هي في بعيده في الله، يعني كاين كل شيء في المحكمه، ولكن ولا كما قلتي السيده تمشي لبرا وتزيد لي بالولد. انا ما قلتش شوف انا ما تقوليش شي حاجه ما قلتهاش حيت السيده. لا انا قلتها حتى ديك الخطره قلت لك سي مصطفى قلت لك انا السيده يعني وانا قلتها انا ما قلتهاش شي حاجه، انا قلت غير شوف راه كاينين تبارك الله سيدة انا بعدا الى حدود الان مازال تنتوسم في هذه السيده اللي تتربي الخير، يمكن ربما تغير شي ظروف عندها هي والزوج ديالها يفضلوا مثلا يعيشوا خارج ارض الوطن برا، يبغيو يديو معاهم هذا الولد كمحضون حيت هما اللي مكفلين به، على الاقل تيخبروا على الاقل ولدك كتعرفي فين كاين كتبقى الصيله نفسها ما عرفتش. انا غير كنقول الا ما اتصلتش انا ما كتسول فيا السيده ما دايره هادشي دايره شي مبادره، انا اللي نمشي تقلبت على ولدي وانا اللي تنسول في ولدي وانا اللي ما كاين باس راه ماشي مشكل هذاك، غير انا كنقول باللي مثلا الا كانوا مأزرينك يعني ناس اخرين اللي عندهم هذا الاهتمام بالقضايا بحال هكا الامهات العازبات يعني يكون افضل يكون افضل مأزرينك وحداك ويقدروا يتواصلوا معها يقدروا يقنعوها يقدروا يتواصلوا معاكم انتوما انت وباه لشي حل وسط مثلا ما عرفتش. صح ممكن اخويا مصطفى الفكره درتها لي في راسي، ولكن انا تنقول والو انا بغيت ولدي انا شتي الحاجه اللي غادي تبرد لي دابا على الاقل على الاقل بغيتي ولدك تيبقى اختيار غير ظرفيا، حيت دابا انت راه ملي عطيتي ولدك المره الاولى راه ما ماشي عطيتيه وانت سامحه فيه، عطيتيه لانك كتعيشي ظرف، يمكن يبقى هذا الظرف مستمر، ما عرفتش انا راه قلت لك كاين بعض الجمعيات اللي عندهم امهات عازبات اللي مثلا تيتم الادماج ديالهم تيخدموا في شي حاجه تيلقاو لهم. ماشي زعما تنقول هذا الشيء حيت زعما الولد مقهور الولد مهلي. ايه انا تنشهد بها تنقول الحقيقه. الولد مهلي ودايره في عينيها ماشي، ولكن راه الحرقه ما تتبردش واخا نشوفوا عايش اكثر ما غاديش تبرد ليا مثلا. انا عطيتك مثال واخا يكون ما عرفتش شنو يعني هذا السيد مهلي فيه وهذا السيد مهلي فيه، ولكن والو وديك السيده امها اصلا حتى هي مربيه ذاك الولد عندها واحد الحنان مهليين فيه كلهم تيحمقوا عليه، ولكن انا والو ذاك الشيء ما حتى حاجه ما تتبرد لي الحرقه اللي في قلبي والو.
ولكن اخويا مصطفى انا دابا قلت لي هاد النصيحه غادي نديرها، يعني غادي نمشي غادي نسول، واخا ما عرفتش فين انا غنمشي لديك هذيك الجمعيات ديال ضد العنف ضد النساء، ولكن انا ما عرفتش واش عندهم تركي الباب وراه يمكن تلقاي، يمكن يكون عندهم قسم ديال كيفاش غادي ندير ما عرفتش. المهم انا بعدا شفت ولدي يعني شويه بردت من ديك لان فاش ما كنشوفوش هي اللي صعيبه. دابا بعدا ملي تنشتو جوج مرات شويه راه الامور غاديه بشويه بشويه كت نهار العيد هضرت معاها يعني وكنت عيانه ما كنتش قدرت نمشي نشوفو، كان ما عنديش كيفاش ندير، ومشيت داك النهار وقلت مع العشيه كلها وانا معاه تنشوفو كي تنشوفو كي تهدي تنشوف يعني ما نقول لك ما شاء الله صافي يا اخويا مصطفى ما عرفتش انا في دوامه وصافي شي اللي كتب عليا الله شي اللي كتب انا يا ريت تكون يقبلوا لي ظني يا ريت تكون ولدي حدايا ديك هي الدنيا عندي وما فيها، لكن جهد الله ما لقيت ليه جهد، وكان كنت خدامه ما نخليش دقيقه وما نعطيش اصلا. نعم اختي هذه الحياه اخويا مصطفى ما يعني ديك اللي كنشوف ديك الامهات اللي كيخلوا ولادهم عندهم تنقول مساعداتكم مساعداتكم يعني الامومه انا جربته ولكن ما عشتهاش انا ما عشتش انا اصلا عشت يتيمه حتى ولدي حتى هو ولكن ملي كبر غادي ما عرفتش ما بغيتش ديك الصوره يكبر ويجي يقلب عليا ويقول لك سمحتي فيا وديك هي اللي ما بغيتهاش انايا كي ما متقبلهاش تقبلاش انا ولدي تيكبر ويعني ودابا دابا تيموت عليها دابا ماما 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 فين انا شافني تيسلم علي يعني تيبوسني وتيهرب يعني ما عرفنيش ما عارف والو دابا ولكن من دابا خص يعني الله يزيد شويه صافي ولي يعرف ما غاديش يعرفك قالت لي زعما خصو بقى يشوفك وقالت لي وبغا تجيبو لعندي زعما للدار قالت لي واش مسموح ممكن قلت لها ما عرفتش قلت لها ما عرفتش ما عرفتش خصهم يجيو للدار ويشوفوا الشابه لان كيشبه لك قالت لي كيشبه لك تانتي ما عرفتش حرت انا في دوامه دابا ما عرفتش شنو ندير ما عرفتش خويا مصطفى اعطيني شي حل اخويا ما عرفتش الناس المستمعين يعطوني ولكن شي حد القانوني ينصحني شنو ندير من قلب وانا ما عرفتش. طيب 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 يا مصطفى مرحبا اختي اسماء مرحبا بك اختي اسماء مرحبا بك مرحبا بك اختي اسماء مرحبا لله. كانت معنا اسماء مستمعين الافاضل في بوح قدره ساعه و 12 دقيقه وهي كتردنا للبوح اللي كانت بحث لنا واحد المده ماشي طويله بزاف على الوضع ديالها وهي في 40 سنه حكت لنا على ربما حالة ديال الأسرة اللي يمكن ما لقاش داك الدفء العاطفي الكبير حاولت تقلب عليه في إطار واحد العلاقة اللي كان داك الراجل كيوهمها طيلة واحد السنوات على بأنه الشخص اللي غادي يمكن يتزوجها حتى عرفت باللي مزوج لما حملات حتى لما حاول أنه يتقصى الأثر ديال هذا الحمل هذا ويدير جميع السبل باش يمكن يزوله وهي هادشي كله كتعيشه مع هذا الرجل وهي مضغوطة وخايفة ومنظرهم ومن الوضع ديال الولد وكيفاش حتى لما تكون الولد في الأحشاء البطن ديالها ولما خرج حتى تبدلت الصورة ديال الأمومة اللي وضحت أكثر والرغبة في الولد لكن كتشوف دائما ديك الصوره اللي كطاردها واللي كتخيل واللي كتمثلها في نفسها ديال كيفاش يمكن تجي لدارهم وهي عازه مع ولد. سمعنا لهذه المستمعه الكريمه اللي من بعد كيفاش شي ناس كانوا داوها حتى ولدات وهي كتواصل مع دارهم حتى رجعات وعرفت دارهم باللي مسافرين ثم من بعد السيده اللي تكفلت بالولد ديالها وخداته تقريبا هذه واحد السنتين تقريبا جايه لسنتين دابا والان هذا الاضطراب حاصل عند هذه السيده هذه هي الان سيده ام بالتاني مره كناخذوا سيده ام كت الأخت اللي كانت قالت لنا باللي أنا ولدي
وما قادراش ثلاثة ديال الحالات، انا ولدي وما قادراشين نكون قريبة منه لانه ما عرفش المآل ديالو فين كاين، والسيدة اللي قالتنا لها البنت ديالها بطبيعة الحال اللي من بعد مدة وهي راغبة في التواصل معها وعارفة باللي البنت يعني في واحد المكان اللي هو في واحد الملاد اللي هو مزيان وعايشة في ظروف مزيانة، ثم هاد السيدة هذه اللي هي أم ونتيجة هاد الظروف اللي يمكن ربما القابلية ديال وجودها في الحياة في دارهم ما كتدير حتى شي حاجة، ما مستقلة شيء بشخصيتها باش يقدر يكون ولدها حداها، هذا هو اللي اقتنعت به لكن ما عارفاش كيفاش تصرفوا. هذا البوح ديال هذا المستمع اسمع من الرباط، ويمكن ان شاء الله بحول الله بالمقدورة ديال المستمعين التواصل معنا فيما سيلحق من تواصلاتنا الليلية.